مقديشو بالعراق والثلاثه هم راح يدربوا طبعا وضع الصحي بعد ما لا مو فقط وضع الصحي المدرب من يريد يحقق انجاز ما يختار بيئه بهالطريقه ولا انديه خارج حسابات الدوري زي. يعني اليوم هذا الموسم انا في شخص انتهى وقتلت طموحات المنافسه على لقب الدوري بالتعادلات اليوم اللي حضرت الفريق الزوراء والقوة الجوية مع نهاية المرحلة ممكن أن يتسع الفارق إلى كم كبير من النقط ما بين فريق الشرطة وأقرب منافسيه اللي هو أيضا دخل نفط الوسط وفريق الطلبة والقوة الجوية الزوراء بروح المنافسة على اللقب خلاص انتهت فالكابتن أيوة أديشو طموحاته لتدريب هذه الفرق اللي تفضلت بيه حضرتك على شنو راح تختصر على الوصافة الترتيب فهو من بعتقد طموحاته الموسم الماضي حقق دوري فأكيد وضع أهداف إلى أنه ممكن أن يكرر بعيدا عن تفكير كابتن أيوب أنا أتحدث عن تفكير الأندية تفكير الأندية ذكرت لك تفكيرهم يعني دائما إدارة الأندية تفكيرها سلبي تبحث عن الأسماء بعيدا عن كل التفاصيل وأنا جيت ذكرت أنا الآن في موقع إدارة نادي الزوراء أنطي ثقة لحيدر عبد الأمير ما شاهدت أنا 7 سنوات أحلل الدوري ما شاهدت مدرب نطاق إضافة للدوري لا بأسلوب لا بطريقة كلها 4-2-3-1 هذه طريقة اللعب الأساليب اللي يعتمدون عليها في بعض الأوقات تحفظ دفاع المنطقة ويعتمدون على التحولات بالمرتد ما شاهدت فقط أليتش اجى للدوري العراقي ضاف لك في الجانب مميز جدا في تسلم المنصبة في إدارة نادي الشرطة في الفترة الأولى ما أتكلم بالفترة الأخيرة فعل الأسلوب الضغط العالي بالنسبة للفرق وأحرج كل فرق دورينا وهذا ما شاهدته عند أي فريق لحد الآن يعني حتى فريق الشرطة بالوقت الحالي ما فعل هذا الأسلوب اللي هو يعتبر أحد الأساليب الهجومية من ممكن أن تضغط المنافس بشكل كبير في مناطق لعبة وهذا أيضا جانب مميز جدا لكن 7 سنوات ذكرت لك ما شفت مدرب نطاق إضافة فعملية المداورة الكابتن أيوب مع كل احترام وتقدير للأسماء يعني ما يتوفق في مهمة يتوفق في مكان آخر معناها شنو؟ معناها اللاعبين اللي تعطيك إضافة المدرب الناجح اللي دائما ما تكون محطاته هي مستمرة بالنجاح بدون إخفاق طبعا. فإذا هذا التذبذب بمستوى أداء المدربين معناها اللاعب اللي يصنع لك الفارق اليوم انطيني المدربين اللي يقودون الفرق الجيدة خلي يدربون الديوانية والسامرة وهذه الأندية نا عملهم يبين إذا تفوقوا وقدروا يديرون هذه الأندية معناها أوكي مدربين على مستوى عالي فأنت طرقت إلى موضوع معين بخصوص اختيارات المدربين لو الكابتن أيوب أديشو وباقي الأسماء المحترمة تعمل لموسم واحد مرة واحدة ما راح تنظر إلها باقي الأندية